طبعا احنا لو اتكلمنا على السمنة الكلية فدي طبعا بنشوفها بمعدل كتلة الجسم، وده برضو بيظهر لنا الديفول اللي موجود في الجسم ايه. اذا كان في دهون موجودة بشكل التفاحة اللي هو سمنة البطن، او الكمثرى اللي هي سمنة الارداف، او زيادة النصف الاسفل من الجسم، وده بيبقى اكتر موجود عند معظم السيدات لزيادة هرمون الاستروجين. دي حاجة طبيعية، ما نقدرش نقول ان هي حاجة ابنورمال او ان هي حاجة مش طبيعية. بس طبعا هي لو زادت عن حدها، وده برضو بيبقى له اسباب عديدة، بيكون النفس المرأة نفسها بتكون تصرفاتها او حركاتها قليلة جدا، دايما هي قاعدة في البيت، دايما بتعمل كل حاجة وهي قاعدة، ما بتتحركش، ما بتشتغلش، ما فيش اكتيفيتيز بتعملها، ما فيش رياضة، فكل ده بيزود من المنظر العام وبيبوظ الشكل بتاعها وبيصيبها بالسيلولايت اللي ممكن اكتر حاجة بتتكون فيه هي النصف الاسفل من الجسم. عايزين طبعا ان احنا ندي النصايح للمرأة ان هي تتحرك وتغير طبيعة جسمها شوية، ده تشينج اوف لايف ستايل برضو، بس هو بطريقة صحية وامنة بالحركة بالرياضة من غير أي سايد افكت. أما لو اضطرينا إن احنا عايزين نعمل تفتيت للمنطقة دي أو علاج جذري للسيلولايت في المنطقة دي، فإحنا ساعتها هنبتدي نحتاج جنب طريقة الأكل الصحي أو جنب نزول في الوزن إلى طريقة لتفتيت الدهون الموضعي. طبعا الخلايا الدهنية في المنطقة دي على قد ما هي عنيدة وعددها كتير جدا، على قد ما هي مش مضرة صحيا، بس نزولها هيبقى بشكل أصعب. يعني غير سمنة البطن، سمنة البطن ممكن هي تنزل بشكل أسهل كتير من سمنة الأرداف. عشان كده بنحتاج إلى حاجة اسمها كربوكسي ثيرابي، غاز ثاني أكسيد الكربون. ده وظيفته إنه هو يكسر الخلايا ويجدد الجلد اللي هو بنقول عليه السيلولايت، أو هو شكل البرتقانة اللي ممكن تكون بتتعرض له معظم السيدات في المنطقة دي. فطبعا الكربوكسي ثيرابي دخول غاز ثاني اكسيد الكربون ده بيحفز من نشاط الاكسجين على اللي موجود على جدار الخليه انه يدخل بشكل كبير، فبيجدد الخليه، بيعالج السيلولايد، بيعالج تشققات الجلد الموجوده في المنطقه دي بشكل كبير، وبالتالي طبعا المنطقه بتتشد والجلد بيتحسن، وبالتالي كمان العرض نفسه بتاع السنتيمتر اللي موجود في المنطقه دي بيقل كتير، كل مره بالمزوره بنحس بفرق كذا سنتيمتر. بس طبعا بعد ما كسرنا هذه الدهون هنبقى محتاجين حاجه تضغط على الغدد الليمفاويه وتنشط معدل الحرق عشان نطرد الدهون اللي اتكسرت في السيشن باحدث الطرق العلميه اللي هي الالتراساوند. فدي طبعا بعد ما نعملها بنطرد هذه الدهون والسموم الى خارج الجسم، فبالتالي الجسم بيقل في الحجم وفي نفس الوقت بتشد الجلد. وطبعا ده كل ده بيبقى تحت اشراف طبي وتحت ناس متخصصه لعمل هذه الجلسات. اما لو احتاجنا الى شد جلد بس فبنعمل حاجه تانية خالص اللي هي راديو فريكوينسي، اللي وظيفته بس بيحفز الكولاجين اللي تحت الجلد انه يطلع، فبالتالي يشد الجلد من غير اي اثار بتبان عليه او اي حروقات او اي مشاكل ممكن يتعرض لها من اي اجهزه اخرى. فطبعا ده بيبقى سيف جدا، امن، ملوش اي مشاكل او اعراض جانبيه، بنعمله في العياده عادي، بيبقى مجرد جلسه لمده تلت ساعه بتشد الجلد بشكل كبير قوي، وبتبقى على شكل جلسات كذا مره. فده بينشط برضو الخلايا وبيجدد الجلد وبيحسن من شكل الجلد في المنطقه دي، وفي نفس الوقت بيعالج برضو اللي هو بنقول زيادة عدد السنتيمترات الموجودة في المنطقة دي، فبيتقل الحجم، بينقص في مقاس اللبس مثلا ممكن نمرة أو اتنين، فده بيعالج لها المشكلة اللي ممكن تكون حاسة بيها في المنطقة دي. دي كلها طرق آمنة وسليمة وملهاش أي أعراض جانبية.